أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير منظومة سياحة تنافسية عبر توظيف الابتكار بقطاع السياحة ورفض مختلف مساراته لتحقيق تنمية مستدامة تدعم ازدهار المجتمعات لتحقيق السلام الدائم، مستندة في ذلك إلى أهداف استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026 التي من بينها إبراز مكانة المملكة كمركز سياحي عالمي. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان بناء الجسور عن طريق السياحة الذي يقيم في إطار الاحتفال الذي نظمته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مدينة تبليسي في جورجيا بمناسبة يوم السياحة العالمي 2024 الذي يحمل هذا العام شعار السياحة والسلام. وفي هذا الصدد نوهت الصيرفي بأهمية دور السياحة في تعميق التواصل الثقافي ونشر السلام العالمي كونها تعزز مد جسور التواصل بين الدول والشعوب وتثري التبادل الثقافي بما يصب نحو فتح آفاق جديدة من التعاون الدولي، لافتة في ذات السياق إلى أن المنامة تعد جسرا للتواصل بين الشعوب والتعايش والسلام نظير دورها البارز في تعزيز السلام وإشاعة ثقافة التعايش حتى أصبحت نموذجا يحتذى به في تسخير السياحة لإبراز التبادل الثقافي والتعايش بين الشعوب بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. موجودين اليوم في جورجيا في مدينة تبليسي تحديدا للاحتفاء بيوم السياحة العالمي مع نخبة من وزراء السياحة في العالم، وطبعا هذا العام تحديدا هو عام استثنائي لمملكة البحرين عندما ننظر للإنجازات السياحية التي تم تحقيقها. من الأمور اللي تم مناقشتها اليوم كيف إن السلام يلعب دور رئيسي في تعزيز التنمية السياحية في الدول، ومن الأمور اللي تم التركيز عليها كيف إن ممكن السلام والسياحة يعززون دور البلد في تنمية هذا القطاع الواعد. طبعا عندما نرى كيف مملكة البحرين لعبت دور رئيسي في تنمية هذا القطاع الواعد، نشوف أن بالفعل الإحصائيات اللي تم عرضها اليوم من قبل الأمم المتحدة هي إحصائيات تشير أن البحرين فعلا في ازدهار بالنسبة إلى القطاع السياحي. والإحصائيات الأولية اللي تم النظر لها اليوم في الاجتماعات اللي صارت تشير إلى أن عدد السياح في مملكة البحرين في أول 7 شهور من هذا العام في نسبة تزايد بما يقارب 45% مقارنة بأول 7 شهور من 2019. وبالفعل هذا الرقم تحديدا أو هذه الإحصائية تحديدا تبين ما مدى فعالية هذا القطاع في تنمية النمو الاقتصادي في مملكة البحرين. ومن الأمور الرئيسية اللي ركزنا عليها في ضوء احتفاء مملكة البحرين ليس فقط بيوم السياحة العالمي ولكن أيضا في الترويج للمملكة كعاصمة السياحة الخليجية من خلال العاصمة المنامة والمبادرات اللي صارت في مملكة البحرين لتعزيز دور السياحة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. من الأمور أيضا اللي تم التركيز عليها كيف إن قطاع السياحة في مملكة البحرين هو من أهم القطاعات الغير نفطية اللي إحنا نشوفها إن فعلا لها ازدهار كبير. إحنا نتكلم عن نسبة نمو في هذا القطاع في الربع الأول من 2024 بما يقارب 10.7%، وهذا المؤشر يبين لنا ما مدى أهمية هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين.